السبيد دايل بيتخزن في الخطوة 001. فبفتح بروجرام نجمة مربع 1 2 3 4 رقم الخطوة بتاع تخزين الأرقام 001 speed dialing next عشان أخزن. بيفتح لي أول رقم ولو دوست ريدايل هيرجع الناحية التانية، بيقول لي إن آخر حاجة عندك 99، معناها إن هما 100 رقم. طبعا لما باجي أخزن رقم في اللوكيشن ده أو في الإنتري دي بحدد الخط ده يطلب إزاي، لكن لو كان نمرة مثلا دولي وأنا عندي الخط الدولي والخط الثالث مثلا، فبحط كود الخط الثالث الأول 83 وبعدين بحط كود الرقم 00 مثلا وبعمل ستور كده. الرقم ده اتخزن في 00. لو انا خرجت من البرنامج وفتحت السبيكر هنا ودوست اوتو 00 فتح الخط الثالث اوتوماتيك وهيبتدي يطلب لي الرقم اللي انا عايزه. في الخطوة 011 انا بدخل، افتح البرنامج الاول، انا دخلت الارقام بتاعة الميموري في 001 001 speed dial number ده 00. اوكي انا بخرج دايما من خطوات البرنامج بهولد، هولد دي يعني انت. طيب لو رحت على 011 speed dial name speed dial number دي اللي هي النمرة اللي انا خزنتها، مطلوب اسم جنبها. ليه انا بخزن الاسم هنا في ال اي اسم كان؟ ليه؟ لان انا لما بيجي احط كارت الكولر اي دي على السنترال والنمرة اللي طلباني دلوقتي على الخط الخارجي في الانكامينج كول متخزنة عندي في السبيد دايل ومتخزن الاسم، فبيطلع الاسم اوتوماتيك على شاشة التليفون اللي بتعمل له رينج او شاشة التليفون اللي انا بحول له المكالمة بعد كده، فبقدر اعرف منها مين المتصل عن طريق الاسم.